السلام عليكم ورحمة الله. رانا في دليل التشغيل هذا، راني ان شاء الله قريب نتمم لكم ما بقي فيه، ها هو نتاع اكتروس. فوقفت لكم هنا، هنا راهم يتكلموا على انواع الزيوت والسلامة والارشادات البيئية عندما تنتهي من عمل اينها وين من مراعاة الزيت، اين ترميه، لا ترميه في الاماكن، ارميه في اماكن خاصة، لا ترمي في بلوعات لتصريف المياه. هذه قاعدة الصفحات راه مختصة بالزيوت تاع علبة السرعة، زيوت وأماكن التي يكون فيها البرد، ماذا تفعل للزيت، ماذا تفعل للوقود، ما تفعل. وهنا هذه درجة جدول نسبة الكبريت في الوقود في الدول، لأنك هذا الجدول تستطيع أن تبرمجه في هذه الشاحنة، تبرمجه تجعل مثله في دول أفريقية، تجعل مثله 0.5 أو تبرمجه في الشاحنة، قيمة ضبط الحاسوب الشاحنة. أنا لما كنت عرفت في الكتاب فقط، ولكن لم أستعملها لحد الآن. أصناف الوقود ديزل في درجة حرارة منخفضة، المهم هذه قام مختصة بالوقود. أنا هذه مادة أدبلوم مفروض أنني تكلمت عليها، تأتي مع خزان احتياطي بجانب خزان الوقود. هنا كيفية تنظيف الداخلي للكسوة المقاعد. أنا هذه حساسات تاع المطر وحساسات تاع، وهذه تاع الطريق، مستشعر المسافات كيف تنظفه، تنظيف الخارجي وتنظيف الداخلي. هنا راه يقول لك السلالم كيف تصعد وكيف تنزل، لا تصعد في أشياء من رأسك. هم هنا دايرين لك كيف تصعد. أنا أعرف أحد قائد شاحنة سقط على وحده من هذا الدرج، دخل رجله في وسط الدرج وانكسر ولم يستطع اخرج نفسه حتى جاء احد ساعده، ظل مكسور، انسان كبير في العمر. هنا هذه التنظيف بالضغط العالي قد يؤدي التيار المياه النابض لفوهة الرش مستديرة الى حدود اضرار سطحية غير مرئية بقاعدة العجلة او نواب التعليق، وتكون هذه الاضرار ملحوظة بعد مضي وقت طويل، وقد تؤدي الى انفجار اطارات او نواب التعليق، وقد تفقد السيطرة على الشاحنة من اجل ذلك، وبالتالي تسبب في وقوع حادث وتعرض نفسك والاخرين لخطر. لا تستخدم فوهة الرش المستديرة لتنظيف اطارات ونواب التعليق، قم بتجديد الاطارات او نواب التعليق في تعليق التالفة فورا. عند التنظيف بالضغط العالي احتفظ بمسافة بعيدة بين فتحة الضغط العالي وأجزاء الشاحنة، وإلا فقد تتعرض أجزاء الشاحنة المحرك للضرر. احرص على مراعاة الأبعاد الدنيا التالية: 70 سنتيمتر تقريبا بالنسبة لفوهة الرش المستديرة، هذه الرش المستديرة لم أرها أنا، 30 سنتيمتر تقريبا بالنسبة لفوهة الرش المسطحة بزاوية 25 درجة، 30 سنتيمتر تقريبا بالنسبة لكشاطات الاتساخات. قم بتحريك تيار الماء باستمرار أثناء عملية التنظيف، معناتها ما تقعدش ثابت في مكان واحد. لا توجه تيار الماء على فتحات الباب، منفخات تعليق الزنبكي، خراطيم الفرامل، أجزاء الكهربائية، وصلات المقبسية، عناصر الإحكام. إذا كانت شاحنتكم مزودة بخاتم حماية شاصي مرسيدس بنز، لا تقم باستخدام أي جهاز تنظيف الضغط العالي تنظيف الشاحنة، وإلا فقد تلحق الضرر بخاتم الحماية. يرجى مراعاة الإرشادات. هذه محطة التشغيل الآلي. هنا قال لك عندما تريد أن تغسل آليا يجب أن توقف هذا تاع مساحة المرايا وتنزع الكونتاكت. يتم رش المادة الواقية بشمع الغسل، قم بإزالة الشمع عن الزجاج الأمامي. هذا راه يقول لك كيف تغسل. وهنا قال لك غسل المحرك، احرص على مراعاة الارشادات التالية عند غسل المحرك: عند استخدام اجهزة التنظيف بالضغط العالي او تنظيف بالبخار، لا تقم بتوجيه تيار الماء مباشرة الى اجزاء الكهربائية واطراف التوصيل الكهربائي. احرص على عدم تسرب ماء لفتحات شطف التهوئة او تنفيس الهواء. قم بمعالجة المحرك بمواد محافظة عن بعد الغسل. احرص اثناء ذلك على حماية السيور من مواد الحافظة. استخدم فقط مادة الحماية من الشمع كمحركات وفقا للنشرة. هنا راني اختصر لكم ارشادات بيئية. اذا قمت باجراء احد اعمال الصيانة بنفسك بسبب في فني متعلق بتشغيل، فاحرص على مراعاة اجراءات حماية البيئة، كما يجب ايضا مراعاة تشريعات القانون عند التخلص من مواد التشغيل، مثلا زيت المحرك يدخل في إطار ناطق ذلك. أيضا جميع الأجهزة التي لمست مواد التشغيل كالفلتر مثلا في الشاحنات التي تعمل بالستر
مثال قاعدة ذهنية، احرص على مراعاة الإرشادات، التخلص من الزيوت، يمكن الحصول على معلومات من جميع الورشات الفنية، قم بالتخلص من عبوات الفارغة، المناديل، تنظيف مهم، هنا لا تترك أشياء متسخة. أنا رأيت كذلك من يفرغ الزيت في الأرض، من الأحسن هذه الثقافة الواحد يتعلم لها، أنه ما يلوحش، لا يرمي الزيت في الأرض، مهم يترك مكانه نظيف، من الأحسن. هنا راح يوريك أوضاع مكان الزيت ومكان زيادة الماء ومكان زيادة الماء مساح المرايا، هذا تكلمت عليه مرة وجعلته لفيديو، أحد الأصدقاء خطأ بين الماء وبين الزيت، غطاء الزيت وغطاء الماء، أراد أن يجعل يزيد الماء زاده في الزيت، فقريب يقع له مشكل. مهم مستوى سائل التبريد عند فتح خزان تعويض سائل التبريد، يكون هناك خطر تعرض لاكتواء من أجراء سائل التبريد الساخن، المندفع خارج دورة التبريد، محرك وخزان تعويض خاص بسائل التبريد تحت ضغط، بينما المحرك في درجة حرارة تشغل، أحرص على ارتداء قفازة نار، لا تقوم بفتح خزان تعويض سائل التبريد إذا كانت درجة الحرارة سائل أقل من 50. قالك ما تحلش المقطع هذا تاع الماء حتى تكون درجة الحرارة أقل من 50 درجة. يحتوي سائل التبريد على مادة كيجيليكول والتي تعتبر سامة، لا تبتلع سائل تبريد، إذا ابتلعت قدر من سائل تبريد فتوجه إلى الطبيب فورا، لا تجعل سائل تبريد يلامس عينيك أو بشرة أو ملامسة، في حالة ملامس العينين قد قم على الفور بغسل عينيك بماء وفير ونقي، قم على الفور بتنظيف البشرة وملابس وماء صابون، وقم فورا بتغيير ملابسك التي تعرضت لسائل التبريد. هنا راه يقول لك كيفاه هذا السائل التبريد راه خطير، راه مش سهل. وهنا نظام القابض، فحص بمستوى الزيت، هذه تاع الزيت الهيدروليكي تاع مختص بالقابض لومبرياج، كذلك يجب ان تملأها. انا مره رايت هذه الرافعه صديقي وجدته فارغ من حين لاخر، انظر اليه، يجب ان تجعل ما بين الحد الاقصى والحد الادنى. هذا تاع الماء كي تملأ ماء المساح المرايا، وفي نفس الوقت راه يقول لك عندما تصعد يجب ان تصعد في مكان مستوي، لان هذا قد تسقط من فوق، وهذا استكمال الزيت المحرك كيف تملأه. يبقى لك هذا الموضوع تاع البطاريات، مفروض اني جعلت موضوع البطاريات على صيانة البطاريات، وان شاء الله سوف اظن انني جعلت فيديو على هذه البطاريات. يوجد أنواع من البطاريات، واحدة بجانب واحدة، واحدة من الأمام، واحدة من الخلف، وهذه واحدة فوق واحدة، مثل هذا المحرك عندي واحدة فوق واحدة. مفروض البطارية درت لكم من أجلها فيديو، أتكلم لكم على هذا المرفق، هذا مختص ب ذراع الضخ المكون من جزئين. هذا الذراع بنفسه كان عند، كنت أساعد أحد العمال وقائد شاحنة، هنا قال لك عند تركيب ذراع الضخ يجب أن يتم تثبيت مسمار تأمين جيدا من تجوفة الخاصة، وإلا فقد ينزلق الذراع من فتحة الدليلية أثناء قيامك بعملية الضخ، ومن الممكن أن يتعرض ذلك لإصابة. هم رام هذا ذراع الضخ راه من أجل هذا كي تقلب قمرة القيادة. أنا كنت أعمل مع صديق وكنت هاتم هنا كنت أعمل مع صديق فانزلق هذا الذراع، كنت أعرف أنه سينزلق، ضربني هنا، هاي ضربني في هذا المكان هنا. هاد التحذيرات كاع هما راهم يحذروا فيهم يوقع، انا هاد الاشياء اللي وقعوا لي انا فقط، يوجد اشياء كثيره وقعوا لاصدقاء. المهم السلام عليكم ورحمه الله، فيديو ثاني جاء طويل، اسمحوا لي. السلام عليكم ورحمه الله.